السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر تم العمل صباحا في هذه المنطقة وبطول حوالي 100 متر، والقطع بعمق من يتراوح القطع ما بين مترين إلى متر إلى متر ونص، والردم أمام السائلة التي أمام الدركتر الآن. وهذه المنطقة حصوية نوعا ما، ولكن ولله الحمد يعني تم قطع شوك كبير في هذه المنطقة. المنطقة هذه حصوية وتعيق حركة الدركتر نوعا ما، وإن شاء الله غدا نبدأ من هذه المنطقة باتجاه جسر وادي زبيد بإذن الله تعالى.